شاهد يا كريم، الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. انظروا يا أيها المجتمع المدني، انظروا إلى مؤسستنا. مؤخرا كنت دايس حدا واحد الدار فيها العرس، والعرس فيه العيالات وفيه النساء ديالنا، طالقين واحد الديسك، طالقين واحد الأغنية اللي كتقول وراها سكايرية سكايرية خلاطة وتبغي الشراب، وابو الحياة مبقاتيش كتحشم، وليتي ابو الحياة كتغني. واش انا اقول لي انا فين عايش؟ انا فين؟ علاش حنا منافقين؟ علاش فين كنعيش؟ انا فين كنعيش؟ واش كنعيش في شي قمر اخر؟ واش انا كنعيش في المشتري؟ ولا كنعيش في المريخ؟ ولا كنعيش في الزحل؟ كنعيش معاك فوق الارض. الله يرضى عليك، شوفوا معايا، شوفوا. والله وبالله وتالله ما كان ضحكشي، حيت قال لك ما تضحكش عليا اللي ربي يبالي راه يعفو عليه ويبليك نتايا. ما كان ضحكشي، قال لك اللي ضحك يلحق. انا كنبغي نتكلم بهالطريقه هذه. يا بوناني ديالكم، شتو بوناني ديالكم شنو خرج لينا؟ والله ما كان ضحك، انا كنبكي، والله حتى كنبكي. الطبيعه ديالي هيدا الاخوان، انا الطبيعه ديالي هيدا، انا انسان خلقني ربي هيدا، ولكن ملي كنبغي نفعل كنبقى نضحك. الله تعالى كرمني بهذه الخاصيه هذه. ايوا ها بوناني ديالكم، شو رجال الامن مساك المكرفصين وناس الاسعاف، المراه الام حقوق لا لا دير اللي بغات، ما كاين اللي يهضر معاك. Regardez. حالة سكر. سكرين يا بنت الذين سكرت. شوف على حالة، شوف. ستروها. سترو سكرية. قال لك شي وحدة نحاجيو شوية. قال لك شي وحدة كانت بدوب بياس في البحر. والبحر جاي عاوتاني. الصيفية جاية. شهر واحد، شهر جوج، ثلاثة، أربعة، إلى البحر نحيدو حوايجنا، كنوليو بحال البهايم. أنا شفتها في العروبية عند عائلتي، كنشوف كيعملو الحولي بوحديتو، كيعملو النعيجة بوحديتها، كيعملو عمي الحولي بوحديتو، كيعملو الحمير بوحديتو. حنا لا، في البحر ديالنا هذا مع هذا، وكتنوض قربالة. كيف ما قلت لكم الإخوان، الصيفية جاية. قال لك سيدي بلي ما هو شي وحده كانت كتعوم في البحر بدوب بياس. هو انت الفقي واللحيه وكتقول لنا دوب بياس؟ ورانا كنعيش معك فوق الارض صاحبي، راه الله يهديك، واش نوليو ننافقوا بعضياتنا؟ قال لك سيدي شي وحده بلي ما هو مشات البحر وكتعوم بدوب بياس، ملي دخلت تعوم جافت صبحت خشبة هامدة، الناس بدأوا يغوتوا، واجبوا ليزار، واجبوا ستروها، واجبوا غطيوها. وهي ملي كانت حية ما سترتش راسها حتى ماتت، هي لها النفاق كيداير، دفع البلا خليها البحر لهي. ولا النساء ديالنا والله يهديك، والمرأة ديالنا كنعملوها عمامة فوق الرؤوس. شوفي وصلت المرأة. هادي ماشي ديالنا هادي. كمل جا. فراسكم كتير بخصوص أعداء الدين عندهم هادشي عادي، فتاة كدا، وكان شي واحد مسكين. فبلا ما كمل مني. شكتقول بلاتي؟ سكايرية. لا حال سيدي، من هنا خليها تطلع.
شاد الحلال شاد الحلال. أزول بلالي زي بلالي الشاف رحم والدي فكوا علينا. يا حيدوا علينا الشهادة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يا ربي، الله الله يا ربي. إن لله وإنا إليه راجعون في حق القيم، إن لله وإنا إليه راجعون في حق الأخلاق. الله المرأة، واش كتعرف المرأة في الإسلام؟ هذاك المرأة اللي سمى ربي العالمين على السمية ديالها صورة في القرآن سميتها صورة النساء. تنضحك تنضحك أنا تنضحك. الله يا ربي يا ربي يا ربي. والدراري والدراري واش وسكيريا وسكيريا وس لا ماشي وسكيريا، سكيريا جمع كان قولوا لها وسكرانا وسكرانا. شو شو فين مشات وسكرانا وما عندهاش لقانا وسكرانا. ايوا الشاهد هاد الشاهد لا يحتاج لكلام شاهد. يا شو المرأة 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 والدراري البوليس كتقول لهم والدراري. مصيبة مصيبة والله. الإخوان المهم المهم الإخوان، طلبوا الله عز وجل في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة أن يردنا إلى دينه مردا جميلا حتى تستريح أحوال البلاد والعباد. يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، جئناك جئناك وفي هذا الباب شكوناك، ومن يقبل الشكوى سواك يا ربي. لا تواخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تواخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم يا ربي لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا. الكلام دربي كلامه وحي سبحانه وتعالى، كلام دربي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ربي اش قال على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربي قال في حق سيدنا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والعذاب أنتما فيه، الفتنة أنتما فيها، يا اللي كتخالف شرع نبيك أنت في الفتنة أنت فيها. القرآن الكريم صراحة كشف لعدنا طقوس وعادات ووجدنا أباءنا صافي فهمتوا، وما كتشوف أنت واحد فقير كداعة كداعة فقير هو يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مأكله في مشربه في زواجه. وأنا مي في الزواج ديالي الأولاني، الزواج ديالي الأولاني مي يا صاحبي مي كنقول لك مي، قالت لي يا وليدي يا عمر أنت وليدي هو الصغير في خوتك وليدي ونفرحوا بك وليدي، باش تفرحي بيا مي؟ ندير لك جويقية وندير لك الكمانجا الشيخات، يعني هيدا بهذا المفهوم هذا باش نكونوا واقعيين. انا لا اخاف في الليل وما تلائم، هذا هو الحق. قلت لها امي اتقي الله، امي اش غتقولي واش غتقولي امي؟ ربي قال هنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا سمع ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الله ما نعقل عليك. هذا الدين هذا الشرع ربي هذا. أمي مسكينة هتجيب لي الدليل، قالت لي يا وليدي هو الفقير ديالنا الفقير
لفقي جوج بنته وجوج ولادو وتيدير لهم الغياطه وتيدير لهم الدقيقيه. هذوك الزنادقه، هذوك الزنادقه انا كنسميهم بالزنادق حيت انا بطل المجرب. هتدخل انت واحد صاحبي كيستعمل احوال دخلوا على وليداتك، دخلوا على فاطمه الزهراء، دخلوا على ليلى، دخلوا على خول على خالده، دخلوا على خديجه. خديجه عندك نقيه في لاميزو ديالهم، وتجيب انت واحد باش يدلك البلباله في البيت ديالك. دان مراد بنتك بقى لقاء موعد ثم لقاء نظرة ثم كما قلت كتفهموني الحمد لله. بعدا اسال الله السلامه والعافيه. صراحه عندنا واحد الكيه في القلب ديال الرجاله كما قالوا اخوتنا الجزائريين، عندنا حرقه في قلوبنا ديال الرجاله، الله يجعلنا نكونوا منهم. ومع السلامه. رد بالك عندك شي وليدات، رد بالك ورجاؤنا في الله اللي كيصلح راه هو ربي، كذب عليك كذب. ومع السلامه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، جمعوا راسكم. وها المرأة انتم شفتوا المرأة فين وصلت؟ كنضحك كنضحك انا كنضحك، وراه قلبي راه شعل فيه العافية. الله يهديك اصاحبي، الله يعفو عليك، الله يعفو علينا وعليك. مع السلامة. مع السلامة اخوتي، مع السلامة. ما كنضحكوش والله ما كنضحكو. قالك اللي ضحك يلحق ولا ما عرفش قالوا الناس. لا ما كنضحكش اخي، ما كنضحكش. عندي الراديتور كتسخن وكنبرد عليها بهاد الضحكة شوية. إمام الحسن البصري رحمه الله شاف شي واحد كيضحك وفرحان. الحسن البصري هذا أحد التابعين، شاف شي واحد فرحان ونشطان قال له فرحان، كما جاء في الرواية الحسن البصري قال له كضحك، قال له فرحان نشطان، قال له واش دخلتي الجنة؟ الدنيا هذه راه ماشي ديال الضحك، راه الله يسمح لنا الاخوان. والله العظيم راه حنا سكرانين، والله العظيم كلشي سكران، كلشي سكران. الناس نيام كما قال سيدنا علي، اذا ماتوا استيقظوا. فوقاش غنفيقوا؟ حتى نلقاو راسنا في القبيار. القبر صندوق العمل، وعند الموت ياتيك الخبر. تما تما، واللي عنده شي مسؤوليه تما يعرف راسه. والله لا زهقتي يا خي ديالي، ربي قال وقفوهم. علاش اسيدي؟ علاش اسيدي ربي؟ انهم مسؤولون ستسال. والله لا زهقتي، لا انت لا انا معك. حتى ذاك الناس اللي ما كيامروش بالمعروف ما كينهاوش على المنكر. اضحك ابو حفصه اضحك، ردوا بالكم. القبر، القبر، القبر ينادينا. مع السلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متابعي قناه ابو حفص الحيلي، لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم احرار، والسلام عليكم ورحمه الله.